إن سيدنا محمد بن عبد الله العربي الهاشمي هو أعظم مخلوقات الله، وهو أكثر الأنبياء معجزات وأوفرهم دلالة. وما الإسراء والمعراج إلا آية من بحر آيات هذا النبي العظيم. وليعلم القاصي والداني والقريب والبعيد أننا إذا اشتد الظلام فالقائد محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا بعدت بيننا المسافات فيجمعنا حب محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا ضاقت بنا الأرض فحياتنا حب محمد صلى الله عليه وسلم، ففي اتباعه الفلاح، فإننا بغير محمد لا نقتدي. محمد ولقد تبدى أحرفاه.